شكرا سيد الوزير على جوابكم، ونتمنى ان يكون المغرب في الموعد. سيد الوزير، الحمد لله احلام مغربيه كثيره تحققت اليوم بفضل مجهودات الحكومه الحاليه وتنظيم المغرب لنهائيه كاس العالم، حلم مشروع طال انتظاره واليوم هو اقرب من اي وقت مضى، لا سيما ان ضياع هذا الحلم سنه 2010 كان بفضل الرشاوه والفساد كما رشح مؤخرا من تقارير هزت كيان الفيفا. وفي الطريق لتحقيق هذا الحلم ندعو الحكومة لاستكمال مسلسل بناء الملاعب الكبرى بما يضمن التوازن بين جهات المملكة، وذلك عبر إنجاز ملعب بمدينة وجدة بالجهة الشرقية والملعب الكبير للدار البيضاء وملعب مدينة العيون بالصحراء المغربية. كما ينبغي المضي قدما نحو تأهيل الممارسة الرياضية عبر الإسراع بإخراج المراسيم والنصوص التطبيقية المفاعلة لقانون التربية البدنية 30-09، وبكل جرأة أصبح لزاما التدخل بتدابير ناجعة لتوفير الظروف المناسبة لممارسة رياضية سليمة ونظيفة خالية من الشغب ومن العنف ومن المنشطات ومن التحكم والسطو على الأندية الوطنية، رياضة تنافسية ترفع العلم الوطني وتشرف المغاربة في جميع المحافل والمنتديات. شكرا سيد الرئيس.